نعم، حياكم الله مشاهدينا. طبعا فقرة جديدة وراح نتكلم فيها عن المجوهرات وقطع المجوهرات. ظهري هذه يعني الفقرة اللي راح يعني يهتم فيها فئة كبيرة من الناس، يمكن خصوصا البنات أكثر شوي. طبيعي، كثير الأحيان تمر علينا قطع من المجوهرات يعني تستوقفنا من جمالها، من دقتها، من حرفيتها، اللي ما ودك حتى تلبسها ودك تقتنيها. هذه قطع الفنية كونها قطع مجوهرات، أكيد مثل ما قال باسل تهتم فيها نساء وسيدات الكويت وبنات الكويت، وسوق المجوهرات بالكويت يشهد يعني من الأسواق اللي لها مكانة خاصة عند النساء تحديدا، حبهم لاقتناء هذه القطع المتميزة. بنسولف أكثر عن هذا الموضوع مع مصممة المجوهرات الأستاذة حوراء مقصيد. صباح الخير استاذة حوراء. صباح النور. بداية خليني اسألك ببساطة، شنو اللي حببك بهذا المجال ودخلتي فيه؟ صراحة هذا كان شغف من وانا صغيرة، احب اني اسوي مجوهرات او اسوي اكسسوارات، وكان يعني اكثر ناس شجعوني اللي هم امي وابوي، هم كانوا التشجيع الاول. كنت تسوين؟ كنت يعني أول طلب طلبتها مني أمي أن أسوي لها قطعة حق شخص هي تبي تعطيه هدية، فقالت لي أبيك تسوي لي قطعة وكيفك أخذي وقتك أنت ذوقك. أي كان أسوي لها والله عجبها، وعقبها استمرت تطلب مني تقول لي سوي لي، ابي اعطي هديه حق شخص. انت شعورك حزتها شيء؟ كان وايد حلو ان اشوف تشجيع من اهلي، امي وابوي قاعد يطلبون. إيه؟ نعم. زين، لما على قولتهم يعني طلبت منك الوالده هذه، خلينا نقول هذه القطعه، اعطتك فكره معينه عن اللي ببالها ولا هات تفضلي سويها وانت بكيفك روحي تصميمك وفكرتك وخيالك؟ يعني ما ألزمتني بشيء، بس قالت لي شنو أنتي في بالك، فقلت لها يعني طبعا تكلمنا ويا بعض إنه شنو حابة، شنو تبين، تبينا ذهب، تبينا يعني شنو القراط اللي تبينا، فكان يعني اتفقنا ويا بعض اتفقنا. زين، بس عفوا ضاري، قبل خلينا نقول قبل ما تبلشين بالمجوهرات، يعني انا اتفهم ان على طول يعني الواحد خلينا نقول ما يروح يبلش في تصاميم ويشتغل في المجوهرات على قولتهم يعني اول شيء، قبلها اكيد خلينا نقول في عشان يعني في مواد اخرى ممكن تعلمين عليها. صحيح. عشان تعرفين على قولتهم تاخذ ايدك على الحرفه. صحيح. شنو كنتي تسوين قبلها؟ اول شيء انا كانت دراستي فاين ارت اللي هو فن تشكيلي، دارسه 4 سنين، فمن هذا التخصص اللي أنا كنت فيه كنت وايد أرسم، فمن الرسم جت في بالي إن ليش ما أنا أسوي حق روحي مجوهرات، يعني تصاميم بسيطة كانت، وصدق كانت أول كولكشن بديت فيها كانت وايد بسيطة، طبعا قبل دراستي الماجستير اللي عقبها طورت من نفسي وصرت أفضل وأحسن. بسيط كشغل ولا كمادة؟ ما كان ذهب، كنوع معدن ولا بسيط كشغل؟ بالنسبة حق يعني البروسيس أو شلون الخطوات، أول شيء أنا دائما أسوي القطعة بروتوتايب، يعني مثل نمونة أو نموذج أسوي، يكون على حسب يا نحاس يا فضة. حلو. بعدين عقبها أقرر شنو أبي أسوي المادة. أي كنمونة تنشاف أول. انا لو بسالك يعني افهم ان كل قطعه لها خصوصيه معينه، لها مده معينه. صحيح. بس لو اقول لك ابي قطعه واحده وبشكل بسيط، تطول عمليه البروسيجر مالتها ولا سهله؟ يعني اذا انت مثلا فور اكزامبل اذا تبي تطلب طلب خاص غير عن الكولكشن اللي موجود متوفر عندي، راح ياخذ تقريبا من شهر الى 5 اسابيع. مو شويه. اي لان البروسيس يعني اذا انت تطلب شيء يعني مثلا ديزاين معين، انا بالنسبه لي يكون في بروسيس، يعني اول شيء اسويه الريسيرش، البحث، عشان اعرف شنو الاليمنتس او العناصر اللي ابي اكونها حق التصميم، فياخذ مني اصلا وقت، وبعدين لما اعطيه حق الصايغ هو يفهم علي، بس مرات ياخذ وقت في تنفيذ القطعه اللي بالضبط اللي انا ابيها. أي.
فعادي يعني يعيد القطعه 3 مرات 4 مرات. اي لازم اي اللمونه تتعدل. نعم انا اتفهم يعني فعلا كلام ضاري في محله قبل شوي انه في بعض الاحجار او في بعض المعادن لها طبيعتها وخصوصيتها الخاصه فيها. صح. لكن بتكلم بشكل اكبر شوي عن الذهب. يقال ان في توجه الان في يعني الناس بدات تتجه لقراط 18 وبدات تترك قراط 21. السبب هني هل لان مثلا ارخص ولا لان القراط 18 يكون اسهل في عمليات التشكيل؟ طبعا هو وايد اسهل في عمليه التشكيل بالنسبه حق الذهب، وحاليا لان ارتفاع الذهب مؤثر على البيع فغالبا ما اشوف الزباين قامت تتجه حق القراط 18. قولي لي يفرق ولا لا عيار 24 وعيار 18 اثنينهم ابي اسوي لي فيهم قطعه، يفرق هذا عن هذا؟ اكيد هو اول شيء في الثقل في الوزن، هذا اول شيء. شغل ايدك؟ شغل الايد ما يفرق، بس عرفت اللي في بعض القطع تكون شويه كومبليكيتد شويه معقده نستخدم فيها عيار 18 اكثر. اسهل؟ اسهل حق التشكيل. والطلب الاعلى الحين على المودرن ولا على الدقه القديمه على قولتهم؟ في كذي وكذي على حسب الأذواق. ما تغير؟ ما تغير ما تغير. ايه. أنا بالنسبة لي ما تغير. ايه. في طلب على الدقة القديمة؟ وايد إيه، يعني على الكلتشر والتراديشن والأشياء هذه. يعني أنا شوية الحين القطع اللي موجودة مودر. هي فيها من ثقافتنا. هالشيء من وين يبتي؟ تنزلين تشوفين تستوعبين شلونهم؟ أنا بالنسبة لي حق هذه القطعة كانت في بالي من زمان إن أنا أجمع كذا مادة في شكل واحد. بالنسبة حق هذه القطعة إذا تبيني الحين أتكلم فيها، أنا جمعت بين مادة البخور اللي هي داشة في ثقافتنا العربية والكويتية مع الذهب اللي هو أصلاً حتى احنا معروفين في ان نلبس وايد الذهب، فحبيت اجمع هذيل المادتين مع بعض عشان يكونون شكل جديد وحلو بنفس الوقت ينلبس. فقررت اني اسوي هذيل الاثنين مادتين مع بعض. خذت وايد وقت، تقريبا يعني بس البحث بروحه خذ تقريبا 3 شهور عشان استوعب الفكرة. اي عشان استوعب الفكرة واشوف اذا هي اصلا هل قابلة للتطبيق ولا لا. وسويت طبعا وايد، كان في تيست يعني تجارب وايد كثيرة عشان تطلع القطعة مثل ما انا كنت متخيلتها. نعم يعني لفت انتباهي كلمة قلتيها استاذة حوراء، ان تقولين تيست او 3 شهور عشان بشوف ان القطعة هل هي قابلة للتطبيق ولا لا. هل مرت عليك يعني اقول قطع يعني قبل او في تصاميم ببالك ولكن للاسف غير قابله للتطبيق لسبب او لاخر؟ كان في كم فكره كان في بالي يعني انه من زمان ما صارت، بس حاليا هم قاعده للحين في بالي ما خليتها. بس يعني في بعض المرات الريسورسز المصادر اللي عندك قليلة ما تقدر، مثلا الأفكار اللي تبي تنفذها وقت التنفيذ ما تصير، أو التنفيذ طريقة التنفيذ تكون غلط، فلازم تجرب يبيلك وقت عشان تضبط الفكرة. زين نورينا عن جزئية معينة. أفهم أن الذهب بالجرام لكن في مصنعية. صح. شلون احدد هالمصنعيه؟ تعب شغلي ولا لا الجهد اللي انا بذلته شنو المصنعيه تعمله؟ انا بالنسبه لي وايد يسالوني هذا السؤال، شلون تسعرين القطع؟ لان القطع اللي اسويها based on research يعني فيها بحث، يعني اقدر اكتب فيها بيبر، يعني ورقه بحثيه تكون، ياخذ مني وقت وايد. وفوق هذا لما أجي حق التنفيذ مثل ما قلت لك عادي صايغ يعيدها 3-4 مرات، فهذا جهد عليه وجهد علي أنا، فهذا كله يعني يتضمن المصنعية نفسها. أنا ما أجيب التصميم جاهز من برا
ما فكرت فيه، لا بالعكس انا مفكره فيه وانا اللي راسمته وانا اللي مسويته، ويعني مفكره في كل جزئيه في التصميم نفسه، فهذا يعتبر من المصنعيه. وتفرق المصنعيه بالعيار؟ يعني قاعد نشوف 18 سعره غالي، يقول لك مصنعيته غاليه. صح، ما هو اسهل. صح، مثل ما قلت لك لانه صايغ عادي يعيدها 3-4 مرات، فهو الويست مال الماتيريال نفسه الذهب قاعد يروح. فانت تخيل كم مره قاعد تعيدها، فيزيد رقم المصنع. نعم زين، بس عفوا انا شوي يعني بحاول اني اكون في صف على قولتهم الطرف الاخر وبكون ضدكم. زين، في ناس مثلا بتقول لك يا اخي انا اخي ما له شغل، والله انت مرتين ثلاثه 10، هو يعني بالنهايه على قولتهم هذا شغله كان. صح، ليش انا اتحمل على قولتهم السعر؟ صح، انا ما احاسب الزبون على كم مره هو نعاد، بس على التعب نفسه كل البروسس، يعني احسبها كاجمالي. عرفت صعوبه القطعه نفسها، التصميم، صعوبه اي حتى الماتيريال المستخدم. يعني في بعض القطع تكون مثلا فيها لولو، هذا اللولو من وين يجيبه؟ لازم افكر اللولو اللي يلوق مع هذه القطعه، فانت تخيل هذا الوقت ايش كثر راح يطول على ما انا اجيب اللولو اللي يلوق معه. احس الوضع عندك بورصه بمعنى وايد. إيه؟ يعني الارقام الذهب وهي قاعد تصعد بارقام قياسيه. صح، قاعد تسعرين كل يوم، شلون قاعد تسوي الابديت؟ على حسب، اول شيء اتابع انا اسعار الذهب اذا ارتفع ونزل، ما ارفعه مره واحده اول ما يرتفع، اشوفه اذا ثبت خلاص اوكي اقرر ان اغير السعر جزئيا، يعني بسيط ما يكون حتى وايد، لان انا اوريدي ماخذه سعر المصنعيه والتصميم والذهب، فهذيل الثلاث معايير انا دائما. جميل، احنا شوي بنطلع شوي عن الذهب اذا تسمحوا لي، وبتكلم شوي عن الاحجار الكريمه. هل تفضلين ان تدخلين الاحجار الكريمه في تصاميمك ولا لا؟ انا حاليا قاعد اشتغل بس على الفيروز، هذا الحجر الوحيد اللي حسيته قريب مني، واحس انه هو له تاريخ وله طابع وجمال ثاني، حتى لونه يعني بالنسبه حق اللون الذهب الاصفر مع بعض هذيل الاثنين وايد جميل. انا هذا بالنسبه لي. يفرق السوق، يعني مثال المعرض بالكويت هني مو نفس المعرض بإيطاليا اللي شاركتي فيه مثلا. أكيد طبعا، طبيعي يفرق. أكيد، شنو الفرق؟ وكلميني عن معرض إيطاليا، شنو كان الطلب؟ طبعا الجمهور اللي يشارك هني غير عن الجمهور اللي يشارك هناك، مختلفين، ما تقدر تقارن صراحة. طلباتهم؟ مو طلباتهم، من تفهمهم، حتى لما يتفهمون او مثلا سؤالهم عن القطع نفسها غير هني. مثلا اذا مثلا انا عرفت القطع هذه هني بالكويت راح يفهمونها بسرعه، هناك شويه لان بعيد عن الكلتشر مالنا والثقافه مالتنا فاحتاج اشرح. في ناس بالعكس يعني تعرف ومثقفه وتفهم، ف نص نص. يعني أنا لو جايك من برا أقول لك شنو ذوق البنت الكويتية بالمجوهرات، شنو ممكن يكون جوابك؟ ما شاء الله عليهم صدق، يعني في أذواق تراديشن قديمة، وفي أذواق على حسب المادة هي بروحها تخليها مثل مودرن، فتشوف المودرن وتشوف التراديشن اثنينهم. اثنينهم، نعم. صراحه يعني الموضوع جميل، ولكن ايضا بعد يعني على طاري ذوق البنت الكويتيه، يمكن شويه ايضا حتى في ذوق البنت الكويتيه تختلف طلباتها وتختلف خلينا نقول رغباتها على حسب المواسم، وفي ممكن في بعض الاحيان في رمضان تكثر خلينا نقول الطلبات الخاصه ان صح التعبير. اكيد رمضان شنو تاثيره عليكم انتم في هذا المجال؟ انا بالنسبه لي لان اشتغل وايد بالليرات والكوينز، وايد يصير عليها طلب في رمضان، لان تراديشن يبون شيء تقليدي قديم مع بنفس الوقت جديد، فهذا اللي يميزني شويه عن باقي السوق. احس ان برمضان وايد يحبون يلبسون الاشياء التقليديه والثقيله، يعني هذا
في قطعه معينه شاركتي فيها اخترتيها انت تحديدا، ابي هالقطعه اشارك فيها بهالمكان. قصدك بميلان؟ في ايطاليا. لا ميلان اي بايطاليا. بايطاليا انا بالنسبه لي حق هذيل القطع اللي انا شاركت فيهم كنت ابي بس اعرض ثقافتنا و شيء من حضارتنا احنا العربيه والكويتيه. فجمعت بين البخور، لان خل اشرح لك الفكره. القطع اللي تشوفونها قدامكم هي مضاعد الكبيره، القطعه الكبيره هي مضاعد تنلبس، هي كلها بخوره. فاذا تبي تلبس القطعه الثانيه، لانهم اثنين في بعض، داخلها السلسله، فانت تحرق البخوره تشبها. يعني الفكره من القطعه هذه ان هي تجمع بين التجربه، ان انت تجرب تشب البخور وتشمه وتستمتع فيه، بعدين تلبس المجوهرات. احنا عندنا هذا يعني هذه الطقوس احنا نسويها البنات بالكويت خصوصا. قبل لا نلبس الذهب نكشخ، وبعدين نتبخر، وبعدين نلبس الذهب. فهذه الفكره اللي خذيتها وطبقتها في التصميم اللي عندي. جميل. انا عندي سؤال اخير بس يقرقع بقلبي بس بعد اذنك. يعني مذيع زين في اشراق كويتيه قاعد على الكرسي اليسار بيشتري هديه، شنو تنصحين بقطعه يشتري هديه؟ انا صراحه انصحك في هذه القطعه، لان هما اثنين مع بعض قطعتين هما اللي تشوفها البغمه هي الناتج اللي تطلع منها البخوره. فاول ما تلبسها هي سواره، بعدين تحرقها، عقب كم يوم تطلع منها قلاده او بغمه، وبعدين تنلبس. فهذا شيء بالنسبه لي انا وايد حلو اذا احد هداني اياه. تستاهل المشاهده. تستاهل الطيب يعني. اكيد باسل اليوم نازل معاشات وما هي غريبه عليك، وقطعه مثل هذه وان كان سعرها غالي كمجوهرات، احنا ريايل نتحسس فيها المجوهرات، بس سعرها فيها واكيد ترضي وتراضي بنفس الوقت. اكيد. على القوه، ربي يوفقك في هذا المجال ومن نجاح ان شاء الله لنجاح. اذا كان في كلمه اخيره او رساله اخيره تحبي تقوليها. مشكورين، يعطيكم العافيه على استضافتي، وان شاء الله لنا لقاءات باذن الله. باذن الله. عساك على القوه. الله سبحانه وتعالى يقول أو من ينشا بالحليه وهو في الخصام غير مبين. هذه بالنهايه ميزه موجوده عند كل النساء والبنات، انهم يكشخون بهذه المجوهرات. صحيح. وهذه الحلي عسى ربي يمتعكم في ايامكم يا رب.